إن شاء الله نتوقف في عجالة مع أمر مهم، وهو إثبات صفات الله جل وعلا. وأعظم الصفات التي تنكر في هذه البلاد، بل ويحتج بها أهل الضلال على أهل السنة، أن الله في السماء، أن الله في السماء. هذه الصفة ينكرها بل ويعيب أهل الضلال عليها أهل السنة. قبل كم يوم أنا ماشي هناك بالشارع بتاع اللي هو تحت الكوبري، لقيت المشرك داك حميدة قاعد تحد الوهابية، بيقولوا الله في السماء، وانت بتقول الله وين يا حميدة؟ انت الله بتاعك وين؟ نحن الله بتاعنا في السماء، فهمت؟ نحن الله بتاعنا اللي بنعبده في السماء فوق، انت الله بتاعك الا يكون في القبة بعد ده، البرعي ولا الكباش ولا واحد من ديل، لكن الله بتاع المسلمين في السماء فوق. كويس. وانا بديك الأدلة من الآيات والأحاديث وكلام الصحابة وكلام التابعين. كويس. تاني في دين بعد ده؟ ما في. الدليل الأول من القرآن على أن الله في السماء قوله تعالى: قال أأمنتم من في السماء؟ قال ابن عباس: هو الله. ده الدليل رقم واحد. الله قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. كويس. الدليل نمرة اثنين: التصريح بالعلو. قال تعالى في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. معناه وين يعني؟ الأعلى دي وين؟ معناه فوق، عشان ما يغشك صوفي يقول لك الوهابية بيقولوا الله في السماء. الله قال هو في السماء. انت بتغالط الله؟ انت بتعرف الله اكتر من نفسه يا صوفي؟ الله قال سبح اسم ربك الأعلى، ده دليل نمرة اثنين. الدليل نمرة ثلاثة: التصريح بالفوقية. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى عن الملائكة: الملائكة وين يا جماعة؟ مش في السماء؟ الله قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. دليل نمرة أربعة: أن الله في السماء، التصريح بصعود بعض الأشياء إليه. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. يا جماعة الصعود بيكون من وين لوين؟ من تحت لفوق. الله قال إليه يصعد الكلم الطيب، ده دليل إنه الله فوق. دليل نمرة خمسة: التصريح بنزول بعض الأشياء منه. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. دي سورة شنو يا صوفي؟ دي سورة النحل، الله يهديك. الله قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق. من ربك، النزول بيكون من وين؟ من فوق لتحت، يبقى الله فوق. دليل نمرة ستة يا صوفي، نمرة ستة: التصريح بعروج بعض الأشياء إليه. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. والعروج بيكون من أسفل إلى أعلى، ده دليل نمرة ستة. دليل نمرة سبعة من القرآن، إحنا لسه في القرآن ما جينا السنة. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع، لأن استوى إذا عديت بعلى تفيد العلو. والدليل من السنة، عشان تعرف إنه عرفت الرحمن على العرش استوى، أي على شنو؟ وارتفع. والشيخ جزاه الله خير، شيخ مزمل، نبهني انه الواحد انه يعني كلمة إلهك هذا ما دل عليه السلف، وأما انك تقول الله بتاعك دي ما صح، وأنا أتوب وأرجع من هذا. كويس. أي والصحيح كما قال الشيخ جزاه الله خير،
ودائما احنا بنستفيد من الشيخ. وده الفرق بين اخواننا ديل ومشايخنا الله يجزاهم خير وبين الحزبيين ديل، انه زول غلط بيقول تبت الى الله. ثاني في حاجه؟ ما في حاجه، تبنا الى الله. ان شاء الله دائما نتوب، دائما نغلط ونتوب، وجزا الله جل وعلا الشيخ مزمل. اله الصوفيه اللي هو انا كنت بتكلم عنه، اله الصوفيه اللي بيعتقدوا كما بيعتقد حميده ومحمد المنتصر غيره، إلههم اللي هو بالنهاية بيعبد الآلهة بتاعت القبور والأضرحة والبيانات وغيرها. طيب نواصل كلامنا. الدليل رقم 7 من القرآن إنه الله في السماء. الله قال الرحمن على العرش استوى، قالوا على استوى إذا عديت بعلى تفيد العلو. والدليل حديث عبد الله بن مسعود في البخاري أنه قال في حجة الوداع ثم استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حماره. على حماره معناه بفوق، مش كده؟ على حماره معناه بفوق الحمار. يبقى استوى تفيد شنو؟ على. وأيضا من القرآن في سورة الشعراء قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. على الفلك ما معناه بها تحت الفلك، مش كده؟ معناه بفوق. لذلك قال تعالى الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع، على وارتفع. دليل رقم 8 من القرآن أن الله في السماء، قول الله جل وعلا أو نقل قول فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إلهي موسى وإني لأظنه كاذبا. قال العلماء أي في ادعائه أن الله في السماء. موسى قال له فرعون الله في السماء، فرعون قال له انت كذاب، يا هامان ابني لي صرح حتى ابلغ الاسباب فاطلع الى اله موسى الذي زعم انه شنو في السماء واني لاظنه كاذبا، اي في ادعائه ان الله في السماء. لذلك قال العلماء من قال ان الله في السماء فهو محمدي موسوي، ومن قال أن الله في كل مكان فهو فرعوني جهمي صوفي. عرفت صوفي؟ أي زول بيقول لك الله في كل مكان ده ما تابع للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده آخر دليل من القرآن، 8 أدلة إنه الله شنو؟ إنه الله فوق. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. دمنوا يا محمد المنتصر يا صوفية، النبي قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في السماء دمنوا، ده الله سبحانه وتعالى. دليل نمرة 2 من السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له حتى يضيء الفجر. ينزل ربنا، النزول من وين يا جماعة؟ من فوق لتحت. عرفت؟ الصوفية زي محمد المنتصر وغيره بيقول لك لما بينزل الله بينزل منه، يقول لك تنزل رحمته. وهل الرحمة يا صوفي يا جاهل، هل الرحمة مختصة بوقت معين؟ هل الرحمة مختصة إنه الله ينزل بس الله ينزله في الثلث الأخير؟ يا أخي الرحمة دي ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء. الرحمة بتنزل على طول، ما مغيدة بوقت معين. يقول لك في شبهة أخرى ينزل ربنا، يقول لك لا ما الله ينزل الملك، الملك بيقول هل من سائل فأعطيه، هل الملك بيقول هل من مستغفر فأغفر له. يبقى دم الملك يا صوفي، دم الملك، لأنه ما ممكن الملك يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، ما ممكن. يبقى ده الله. بعدين النبي قال ينزل منه، قال ينزل الملك، النبي قال ينزل تنزل رحمته، قال ينزل ربنا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بن غشلفي الصوفي يا هو زي محمد المنتصر والمشركين ديل بيناقش فيه إنه الله فوق، إنه الله شنو؟ فوق. الصوفي بيناقش في شيخ الإسلام ابن تيمية والصوفي استدل عليه وقال له تنزل رحمته، ما بينزل الله رحمته. قال له ممن تنزل؟ تنزل من منو؟ طبعا دي اسمها كتمت، فهمت؟ تنزل من منو يا صوفي؟ من منو؟ من الله. قال له من الله. قال له إذا أثبتت العلو، مش كده؟
لو نازله من الله معناه الله فوق وبينزل رحمته معناه الله فوق. موضوع انتهى يا صوفي. ما صوفي انت ما عندك عقل، انت عقلك انت شغال بعقل الشيخ، فهمت؟ عقلك بيطبلوه هناك وبتمشي مع الشيخ. بعد الشيخ طار طلع شنبه، الشيخ كم ادى ولد في كل بلد، كم حل عقد، بتصدق اي حاجه ثانيه. ده من السنه دليل رقم اثنين. دليل من كلام الصحابه، قال زينب بنت جحش كما هو في البخاري، قال زوجكن اهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. اهادي وهابيه يا صوفي؟ تسمع لي محمد المنتصر ولا حميده ولا غيره، او تابع لك لطريقه. زينب بنت جحش دي كده، شغل راسك، شغل راسك ده شويه اشوفك، شغل راسك. زينب بنت جحش دي وهابيه، قال زوجكن اهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. دي وهابيه الوقت داك في وهابيه يا اخي، ده كلام الصحابه كويس. وايضا قول ابو بكر الصديق رضي الله عنه عندما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقبله بين عينيه صلى الله عليه وسلم، ثم خرج الى الناس وكان عمر قد اخرج سيفه قائلا: من قال ان ان محمدا قد مات ضربت عنقه. قال ابو بكر الصديق: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله الذي في السماء، في رواية صحيحة: ومن كان يعبد الله الذي في السماء فإن الله حي لا يموت. عرفت ذاك أبو بكر الصديق؟ من كلام التابعين قول الزهري، قال وهو من كبار التابعين وكان تلميذا لابن مسعود، قال: كنا نقول والتابعون متوافرون أن الله فوق عرشه بائنا من خلقه. دي أدلة من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة ومن كلام التابعين. في دين تاني بعد الجماعة ديل؟ في دين تاني بعد الصحابة؟ في دين؟ يبقى الكلام ده واضح إنه الله فوق. بل عقل صايا صوفي، بل عقل 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 كده كويس، بل عقل الله فوق. لأنه أنت لما تدعو بتدعو كيف؟ مش بتقول يا الله ترفع يدنا فوق؟ الدعاء انت مش بترفع يدك فوق تقول يا الله، بتعمل فوق كده لمنو؟ لمنو مش لي الله. عشان كده انت لما ترفع يدك انت عارف فطرة انه الله فوق، فهمت؟ لكن بتعاند ساي. عرفت ده عقل؟ عقل. بعدين من ناحية بتاعت كمال صفة العلو يا جماعة، صفة دائما صفة كمال، وصفة النز يعني صفة السفل صفة بتاعت نقصان. لذلك الليلة كده شوف ناس الكورة دي، ناس الكورة بس يقول لك هلالنا فوق، مش كده؟ سوداننا فوق، والله بتاعكم تحت يا صوفيا. هلالكم فوق وسودان فوق ومريخنا فوق، الله تحت، فهمت؟ فعقلا الكلام ده ما بيجي، فهمت؟ بعدين فطرة برضو من ناحية بتاعت فطرة الله فوق. لأنه لو سألت ولدك الصغير تعال نادي وعمره 5 سنين تقول له الله وين؟ الله وين؟ بيقول لك الله فوق. هذا العلم منه، ده اللي ورمنه. انا وراني واحد كان صوفي وتاب ورجع للاسلام بفضل الله جل وعلا، ده كان بيقول انه الله، كان بيقول انه، بيقول انه الله في كل مكان. قاعدين في قريه هناك كويس في كردفان هناك جنب البرعي، بيقولوا الله في كل مكان. نادوا ولد صغير يسالوه، قال له الله وين؟ قال لهم الله فوق، الله فوق. قال لي انا قلت ده الوهابيه لموا في وين؟ الود الهاويه والوهابيه لموا في وين لما علموا انه الله فوق؟ يا زول دي فطره، الله قال فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وانا اقدم اخونا الفاضل اخونا محمد عوض، ان شاء الله يكمل ما تبقى من حديث. جزاكم